ما فيش شك انه تقدر تقول في نسبه اختلاف 180 درجه، يعني بعد حاله عدم رضا في نهايه الموسم اللي فات، وبعد حاله خليني اسميها كده بين قوسين قلق، مش هقول توتر، هسميه قلق في موسم الانتقالات الصيفيه، اعتقد انه الحاله اختلفت تماما بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، وفي حاله رضا تام على الجهاز الفني وعلى قياده مستر كولر في الفتره او الجزء الاول من الموسم، وعلى اداء الفريق بشكل عام واطمئنان. الاهم ازاي تحافظ على ده وتستمر، وخصوصا ان في فتره توقف بعتقد انها طويله نسبيا، هل ممكن تاثر على كيرف وعلى مستوى الاداء؟ ازاي نستغلها افضل استغلال؟ الكلام ده طبعا هتكلم فيه مع واحد من الكباتن الكبار ونجم طبعا من نجوم النادي الاهلي، كابتن عادل طيب، ما بيشرفنا النهارده في السادسه، نرحب بيه ونمسي عليه ونقول له اهلا وسهلا كابتن عادل. اهلا كابتن، نور الدنيا. الحمد لله تمام. شفت البدايه بتاعت الموسم ازاي؟ شفت الاداء مع مستر كولر ازاي؟ اهم البصمات اللي شافها كابتن عادل طعيمه في اداء النادي الاهلي خلال مشواره او مشاركاته في مختلف البطولات، بدايه دوري ابطال، ثلاث ماتشات في الدوري، مباراه السوبر، اجمالا كده شايف اداء الاهلي ازاي كابتن عادل مع مستر كولر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه قبل ما اتكلم على كولر، اتكلم على الفترة اللي قبل كولر لما كان موسيماني في 18 شهر، كم من البطولات؟ 6 بطولات، 2 برونزية، 2 أفريقيا في 8 شهور، سوبر، دوري، كاس. برونزيات، كاس عالم، اتنين، أنا قلت سوبر في البداية أفريقي، 2 كاس عالم. وبعدين الوضع الطبيعي اللي بيشتغل في المهنة دي لازم بعارف بعد ما بتصعد بتطلع الجبل. بعد الجبل فيه ايه؟ فيها تطلع حاجه تانية؟ لا خلاص، لازم يبقى فيه هبوط. فاي حد، علشان كده في الاعلام كانوا بيصدروا انه موسيماني كان بيدي اجازات عشان كده. طب اذا كان انت بتقول ان هم اللعيبه مجهده، ما يديش اجازات ازاي؟ كان بيدي اجازات. بس هي النقطه اللي يعني اللي فيها مصداقيه شويه، ان انا الفتره اللي انا هاخد فيها اجازه، اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب كنت اجهزها. لسه هقول لك وجهه نظر اتقالت برضو، انه الراجل كان معتمد على 14 15 وفي اسماء كتيره جدا ما كانتش بتشارك طبعا في الملعب في الماتشات الرسميه، وبالتالي كان مفترض ان الاسماء دي في فترات الراحه تبقى بتتجهز. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه انه برضو كان في اصرار على بعض اللاعبين وما كانوش بيأدوا في الفتره اللي هي بعد ما تشبع، يعني هو تحس ان هو تعب، هو نفسه تعب. ايوه، جسمانيا وذهنيا. هو الضغط كمان الضغط هو غالبا برضو، يعني رغم انه قعد فتره مش قليله وحقق نجاحات كبيره جدا، بس الضغط اللي موجود مع فريق جماهيري، يعني مهما كان سان داونز هو عليه نجاحات مع سان داونز، بس طبعا جمهور بحجم جمهور النادي الاهلي وضغط مستمر، ومجرد ما تحقق بطوله يبقى تاني يوم بيطلب منك بطوله تانيه، هو ما قدرش في الاخر يتكيف غالبا، يعني دي قرايتي انا مع الوضع ده، ما بقاش محتمل الكم الكبير جدا من الضغط اللي موجود عليه. مع طبعا حضرتك عارف انه كان دايما بيتم انتقاده في معظم وسائل الاعلام او البرامج الرياضيه المتخصصه، يكسب بطوله بينتقد، يكسب بطوله بيتهاجم، يكسب بطوله يعني بيتكلموا عليه بشكل سلبي بشكل واضح جدا. اللي كان بيتكلم عليه بشكل سلبي هو كان بيهاجم الاهلي، مش بيهاجم موسيماني. هو بيضرب في النادي الاهلي، بس بيضرب في النادي الاهلي من خلال موسيماني. كان في استقرار وفي بطولات. طيب هيتكلم على مجلس الاداره ولا هيتكلم على مين؟ فين العنصر اللي هو ممكن ينال منه؟ المدير الفني. فيفضل يخبط فيه يخبط فيه، يبقى انت بتكسب وهو عمال يخبط. وانا قلت الكلام ده على فكره هنا اكتر من مره، خبط في موسيماني علشان يزهق، وبعدين الناس بيترجموا له، يوم يمشي النادي الاهلي بقى يقع في حته، بقى هتجيب مدير فني تاني وبتاع. عموما مجلس الاداره خد قرار رائع جدا، شاف انه لابد اللعيبه تاخد راحه، اللعيبه المجهده دي تاخد راحه، وفي نفس الوقت انا الراحه ديت لان انا وصلت لمرحله تاكدت فيها بنسبه 100% ان هناك اتجاه اتحاد الكوره والاجهزه المختلفه ان الدوري يروح في اتجاه تاني. فانا مش هخسر الاثنين، مش معقول ابدا هخسر النتائج غصب عني. حضرتك تقصد ان الدوري راح بفعل فاعل؟ يعني هل فعل دي فيها شك؟ يعني هل دي فيها شك؟ برضو بوضح بس لل احنا قلنا طبعا هل دي فيها شك؟ ده سنتين اخطاء، والقناه جابت الاهداف اللي المفروض انت حسبتها. والحالات الطرد والاجوال اللي انت جبتها وما اتحسبتش، كل دي يعني 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 دي حاجات يعني ربنا عارفه بالعقل يعني. فطبعا القرار اللي اتاخد، انا مش خلاص بقى مش هخسر الاثنين، يبقى انا عرفت ان الدوري في اتجاه معين رايح هنا، فانا بقف
وبدي لعيبتي راحه وابدا موسم بشكل جيد. وقع الاختيار على كولر الحقيقه كان لا قبل كولر. انا عايز اسال حضرتك سؤال، ده في ظني يعني او في تقديري انه دي قناعه جزء كبير، مش هقول اغلبيه بس جزء كبير من جماهير نادي الاهلي. الناس فتره موسيماني، فتره سواريز ما اعتقدش انه حد يحاسب عليها يعني، الراجل ما تقدرش تحاسب عليها، لكن فتره موسيماني عشان اروح لكولر واقول ايه المنتظر منه من وجهه نظرك، ناس كتيره جدا كانت راضيه قوي على النتائج اللي بيحققها موسيماني والالقاب اللي بيحققها موسيماني، لكن في اوقات كتيره جدا كانت بتبقى غضبانه من مستوى الكره اللي بيقدمها النادي الاهلي. انت بتتفق مع ده بدايه ولا مختلف مع وجهه النظر دي؟ اولا وجهه النظر دي مسيسه علشان يهدوا النادي الاهلي. انت لعبت احلى كوره، انت في كاس عالم الانديه، انت بتكسب بطل المكسيك وبتكسب بطل اسيا نادي الهلال اللي كان جايب لعيبه 27 مليون. هي. انت ايه الماتش ده نسيناه؟ الجمهور الاهلي وبالميراس بالميراس البرازيل وانت بتلعب بايرن ميونخ. بس في ماتشات صغيره هنا كان ضيعنا كتير قوي نقاط. لا 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 مثلا لا يعني لا لا ده كان في حاجات طبعا، كان في حاجات في التحكيم انا ممكن يعني بلغه الكوره ولغه الشارع ممكن ايه احزم المباراه. فايه حاجات كده فاولات ما احسبهاش في اماكن خطره، واحسب عليك فاولات بدون ما لهاش اي لازمه ومش فاولات في اماكن خطيره عليك. ايوه ده شغل بقى ناس محترفه فاهم ازاي. انما احلى كوره كان بيعمل كوره عاليه جدا للي هو اصلا عارف اللي بيجري على الساحه. تمام الراجل كان بيلعب كوره جميله جدا، ياخدها من اول ماتش. انت رحت لعبت الوداد في الوداد مظبوط، ورجعت بعدين الترجي في الترجي والترجي هنا، لا الوداد وبعدين الزمالك، ياخد الزمالك خمسه. لا الزمالك بنسى. الزمالك نهائي افريقي، نهائي تسعه بتاع القضيه. بتاع القضيه. طب وخمسه ثلاثه؟ والخمسه ثلاثه طبعا. اللي يقول لك خمسه ثلاثه يقول لك ازاي يجي فيك ثلاثه؟ الله، انت عارف ان كان في احتواء. لا او ازاي ما كملتش اكتر من خمسه؟ كان السؤال بتاع شفت الحلوية. شفت بقى الجمال، شفت الحلاوه، شفت بقى الشيطان بيعبس فين. فطبعا الراجل كان بيلعب كره حلوه جدا، كره النادي الاهلي، كان بيلعب باكثر من طريقه، عنده مرونه في الاداء، كان بيعامل لعيبه كويس جدا، كان بيعرف يقرا المنافسين كويس قوي. كابتن عادل من اكتر الحاجات اللي كانت بتميز يا اخي. احنا كنا نقول عشان بس ما ننساش، احنا قلنا الاختيار كان رائع من قبل الكابتن محمود الخطيب ومن لجنه التخطيط، وطبعا الكابتن محمود له رؤيه ان انا بجيب واحد من افريقيا عارف الفرق الافريقيه ولعب ضدها. ايوه وهو اصلا واخد بطوله افريقيا قبل كده، فعنده الاحساس وعنده كل حاجه. فالاختيار كلنا والكلام ده متسجل في قناه الاهلي انه الراجل ده كان احسن اختيار، وفعلا ثبت انه 18 شهر البطولات دي كلها. انت قعدت 7 سنين ما تاخدش افريقيا، تاخد 2 افريقيا في 8 شهور. أيوة. وبعدين 2 برونزيه و2 سوبر افريقي أيوة. وبعدين بتكسب الزمالك في كل ما خسرتش من الزمالك خالص ولا من اي منافس. فانت احنا اخر 7 ماتشات مع الزمالك ما خسرناش غير ماتش واحد، والاظن الماتش ده كان تحصيل حق ماتش كاس. لا ماتش كاس، ماتش كاس او حاجه كاس. فالمهم انك انت كنت بتلعب احلى كوره واحلى نتائج. انا قلت الكلام ده وقلت لاكثر من زميل، الراجل ده بيتخبط فيه علشان ينالوا من استقرار النادي الاهلي. هم اذا كانوا نجحوا من خلال الضغط الاعلامي القوي جدا ومن خلال لجنه الحكام نجحوا في الموضوع ده، ومن خلال اعضاء مجلس اداره، والكلام ده شرايط متسجله بتقول ايه اللي كان بيحصل. لعيب يتزور عقده، لعيب يحصل فيه كذا، لعيب يحصل فيه كذا، انت فلان الفلاني ما يتسجلش، فلان النادي الفلاني عليه غرامات وعليه المفروض ما يخشش، انت بتدخله نتيجه حاجات مش مظبوطه. طيب مالناش دعوه بكل الكلام ده، لكن الراجل لا لينا دعوه، بس لازم يعني نديله لينا دعوه لازم طبعا، نديله حقه 100% وما نظلمش. طيب. لان احنا ما تعودناش في النادي الاهلي ان احنا نظلم. معاك، متفق معاك في ده 100%. بس مع بدايه كولر كانت المقدمات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي والنتائج الموسم الاخير كانت عامله حاله قلق في الشارع الاهلاوي، وكانت الناس مستنيه تدعيمات وناس تقول لك لا ده الفريق. حتى الفتره دي ما قبل بدايه الموسم كان في حاله يعني تنشنه شويه من الجمهور، الاداره ما عملتش موسم انتقالات قوي، ما دعمتش الفريق، وبالتالي احنا الموسم الجاي الدنيا مش واضحه. لغايه لما جه كولر وبدانا الموسم، والراجل بدا بدايه ولا اروع الحقيقه في افريقيا، راجل جاي من النمسا، جاي من اوروبا عموما، ما يعرفش اي حاجه في افريقيا،
جاي داخل دوري ابطال بيلعب يعني وصيف الدوري التونسي بره مصر، قدم مباراه رائعه، بان انه صاحب فكر هجومي، رجع هنا كسب، كمل في الدوري، قدم عروض قويه جدا ولعب ماتشات قويه، كسب سوبر. هل شايف انه انت شخصيا قدرت تكون فكره عن كولر، راضي عن الكوره اللي قدمها الاهلي معاه؟ ايه الايجابيات او ايه البصمات اللي انت او يعني النقله اللي انت شفتها من مدير فني عنده سي في محترم جدا جاي لاول مره بيشتغل في مصر وفي افريقيا؟ شوف، احيانا يقول لك ايه جمهور الاهلي كان قلقان. طب يعني اللي انا عايز افهمه، الحكم ده جه منين؟ ما احنا بنقابل الناس في الشارع واحنا عندنا عائلاتنا كلها اهلاويه، ما كانش في اي قلق، لان هم شايفين المنظر، شايفين شايفين اللي بيحصل وايه اللي بيحصل في الاعلام. انت هناك سبع ثمان قنوات ليل نهار عماله تنال منك وعماله تنال من مجلس اداره وتنال من جمهور النادي الاهلي. لكن الحاجات اللي موجوده على المواقع اللي هي طبعا مجنده علشان تخبط في اللعيبه، تخبط في المدير الفني والنادي، وانت لسه بتأيد لعيبه يقول لك ده النادي هيمشي سبعه ثمانيه، ده موسيماني هيمشي مش عارف كام. انت عرفت منين ان هو يمشي؟ عرفت منين؟ يعني انت اذا كان الاقرب الاقربين للنادي مش عارفين اذا كان هيمشي ولا هيقعد. كولر لما جه من اول يوم انا برضو قلت هذا الكلام، الراجل قلته معاك، ان الراجل جه من المطار على الملعب مظبوط، ما راحش الفندق، عنده عدد معين من الساعات، اول ماتش في الدوري بعد شهر، انا باخد اربع ايام في الشهر اجازه، فانا عندي 25 يوم، ال 25 يوم دول لو انا هتمرن اربع ساعات في اليوم يبقى انا اضربهم، هتبص تلاقي بتمرن عدد 100 ساعه. عدد ال 100 ساعه دول، ال 100 ساعه دول عباره عن ايه؟ ده انا بدي بدني ونفسي وتكتيكي وعلاج، يعني وقت قليل جدا، ومع ذلك كرم ربنا علينا وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. ثم الناس اللي بتشتغل في صمت واللي بتشتغل وبتجتهد علشان حبها للنادي الاهلي، ابتدى الراجل هو بقى اللي احيانا بيرفض الصفقات لانه عايز اشوف بعينيه. طبعا اتقدم له شرايط وملفات شاف اللعيب، لكن بحكم الراجل ده اخلاصه وصدقه مع نفسه ومع الناس، ما بيحكمش على اي لاعب ولا اي حد الا لما يشوفه في التمرين. ما اكتفاش بكده، قال لا ده انا كمان مش هشوفه في التمرين وبس، هبتدي اشوفه في الماتشات، لان احيانا في التمرين بلاقيه يعني بيأدي عالي جدا، وبعدين ابتدي بيه في الماتشات ابص الاقي هناك الاداء مش مظبوط. ابتدى الراجل يعمل شغل على اعلى مستوى بدني ونفسي، وابتدى يجهز اللعيبه اللي كانت راجعه من اجازه ومشتاقه للكوره، بيعاملهم معامله فوق الرائعه. الناس كلها اللعيبه كلها لو تحس بيقضي اليوم الكامل، بيجي الصبح الساعه 7 ويمشي الساعه 8 بالليل، ومع ذلك تحس ان اللعيبه في نوع من الضغط كان عليهم، راح الضغط ده. بتبص تلاقي انت كمدرب بتشعر من اللاعب، من لما تبص في عينيه تبص تلاقي مش قلقان، فرحان. اول ظهور للاهلي، كلهم بيهزروا مع بعض. اول ظهور للاهلي تحت قياده كولر، في حاجات فاجئتك؟ اختياراته، الاسماء، السكواد اللي كونه وراهن عليه في يعني الماتش الاولاني بتاع الاتحاد من السيتي بره مصر، ولاعيبه بتلعب جنب بعض لاول مره، ولاعيبه يمكن بترجع او بتظهر لاول مره. هل شفت انت يعني شفت في مفاجأة، أو إنه راجل عمل حاجة أنت ما كنتش متوقعها؟ لا، هو بنى على اللي قبل كده، لكن ابتدى يدي لنفسه الرأي اللي هيغامر بيه. مثال محمود متولي. جاب محمود متولي سنتين ما بيلعبش، وكانت القرارات الناس كلها بتقول الراجل ده إعارة، إعارة الإنبي ونجيب بداله مش عارف إيه. الراجل ده راح حطه، اشتغل عليه، عارف ان ده مقوماته، اذا هو بيكتشف في اللاعب امكانياته. واحده واحده كده هتبص زي كريم فؤاد، احنا بقالنا سنتين بنقول كريم فؤاد، بقالنا سنتين بنقول اكرم توفيق. اكرم توفيق لو لعب باك رايت هيبقى احسن باك رايت في مصر، وقد كان. كريم فؤاد لو لعب في الحته دي، الجبهه دي في النادي الاهلي هتبقى جبهه قويه جدا، هجوميا ودفاعيا. احنا شفناه في الماتش الداخليه بينزل ورا اكرامي، وبعدين تبص تلاقيه في عمق السكس ياردة بيجيب اهداف. الكلام ده الراجل ده عنده البدني بتاعه عالي جدا، كورته عاليه جدا، مخلص جدا، بيحب النادي الاهلي جدا، بيتشبث في الفرصه اللي هياخدها.
وقيس على كده بقى، في لعيبه ما كانتش بتأدي الأداء بتاعها اللي هو كان منتظم. حاسس انه اتطور مع كولر؟ امال ايه؟ هتبص تلاقي طاهر محمد طاهر. طاهر في طيب في خليني فصل. خليني بس انوه بدايه ان الشوط الثاني الاهلي وبنها خلص لصالح النادي الاهلي بنتيجه 25-7. تألق نجوم الطايره طبعا في صاله النادي الاهلي، وبكده يبقى نتيجه المباراه 2-0، شوطين لصالح الاهلي، صفر لصالح بنها. كل التوفيق كده ينقصنا شوط، الشوط اللي جاي يبقى باذن الله الاهلي بيحسم اولى مبارياته في دوري الطايره رجال. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا ونجمنا النهارده كابتن عادل تايم. اتفقنا قبل الفاصل، ويمكن كابتن عادل وضح اهم بصمات كولر، وكان بيتكلم على فكره تطور اداء بعض اللاعبين ظهروا بشكل كويس جدا مع كولر. كان الكلام في البدايه او اول اسم اختاره كابتن عادل كان طاهر محمد طاهر. الحقيقه قدم واحده من افضل مواسمه وانطلاقه موسم قويه جدا مع الاهلي السنه دي. غير طاهر، فيها حابب تكمل حاجه على طاهر او تقول حاجه على طاهر؟ لان هفكر الجمهور بتاعنا العظيم. طاهر محمد طاهر لو احنا نرجع بالذاكره، هو سريع قوي، بيلتحم بقوه، بيجيد التسديد برجليه الاثنين، في ميزات كثيره جدا. كان ناقصه عنصر مهم جدا، مرونه ورشاقه. الراجل ببساطه راح بيشتغل عليه. الجول اللي هو جابه اللي عمله الجول الثاني في ماتش الزمالك، ماتش السوبر، عمل ايه؟ عمل انه رايح يمين وراح رايح شمال، دي مرونه ورشاقه. خلى الراجل احسن، بيقولوا احسن لعيب في مصر. احسن لعيب في الزمالك، ماشي، او تاني احسن لعيب. هما بيقولوا في يعني ماشي، لعيب جيد، هو لعيب جيد طبعا، امام عاشور لعيب جيد واخلاقه كمان جيد. بالعكس دي تحسب لطاهر. امال ايه؟ يعني لما ترقص لعيب تقيل في يعني الملعب، امام عاشور برضو انا بحييه جدا من خلال حضرتك انه كان مع محمد عبد المنعم في المستشفى، وحاجه جميله جدا جد. ودي الروح اللي احنا محتاجينها، دي العقليه اللي احنا محتاجينها. فهو طاهر عمل ايه؟ عمليه المرونه دي ما كانتش موجوده عنده، محتاجه ده عنصر ممكن انا انميه بالتدريب. عشان كده بنقول اليوم الكامل، واليوم وكمان الى جانب اليوم الكامل بصلح الاخطاء يوميا. وبعدين بنمي القدرات، كل واحد ناقصه عنصر من العناصر، واحد ناقصه عنصر القوه. يعني سافيو محتاج قوه ومحتاج بدني اكتر من كده، محتاج قوه اكتر من كده، التحام اكتر من كده. قوه هو الكره والفنيات عنده والمهارات، الرشاقه عنده، والرشاقه طيب. هايله جدا. شفنا جول خد الراجل فين وراح رايح فين وراح ركنها فين. توقع نفسه يا كابتن عادل، نتوقع ان الكره هنا ممكن تبقى قصيره فيضغط وياخد الكره ويروح. الى جانب ان هو حته المرونه، ان انا باخد الراجل وبعدين بروح واخده عكس وسطه. دي اسمها مرونه ورشاقه، الى جانب طبعا مهاره. ناقصه عنصر قوه اكيد هيشتغل عليه. لياقته البدنيه محتاجه شغل من مدرب الاحمال، ومحتاجه النص التحتاني ياخد شغل قوي، والنص الفوقاني برضو ياخد شغل في الجيم. بحيث ان الالتحامات والكوره لما يبقى اقوى من بنبقى عايزين نستردها، لما يخش ياخدها يبقى هياخدها. قيس على كده عناصر كتيره موجوده. كريم فؤاد كريم فؤاد الراجل قبل ما يلعبوا ماتش الداخليه قال ايه؟ يعني حتى بعد ماتش السوبر، وبعد ماتش انت عارف انه ماتش السوبر ده اول جول يسجله كريم فؤاد في حياته؟ انت عارف انه الراجل قبل ماتش السوبر قال ايه؟ قال كريم فؤاد للاسف انا لما جيت اعمل فتره اعداد ما كانش موجود معايا، كان في المنتخب. انما انا شايف ان الولد ده او اللاعب ده هيبقى ليه مستقبل رائع في النادي الاهلي. لعبوا ماتش الزمالك، احد الزملاء من النادي المنافس بيقول انه لعب اخر دقيقتين. يا اخي دقيقتين ايه؟ لا لا، الراجل لاعب حوالي 12 دقيقه او 13 دقيقه، لاعب ربع ساعه، هو نزل في الدقيقه 80 والماتش خلص 95، فلعب حوالي يمكن ربع ساعه. وربع ساعه اللي لعبها كان مدوخ الناس في الجبهتين. بتتكلم هنا عن الفعاليه، يعني في لعيبه ممكن تشارك 90 دقيقه. وبعدين حاجه احمد، في حاجه ثانيه يا احمد، الراجل نزله علشان عنده رؤيه، شاف المدرب الزمالك عمل ايه؟ راح رامي شيكابالا وزيزو ومصطفى شلبي في الجبهه دي، الثلاث لعيبه مهاريين في الحته دي. طب انا علشان اوقف الحته دي اعمل ايه؟ انزل واحد عنده القدره الدفاعيه عاليه جدا والهجوميه كمان. فراح اولا ما فيش لا شيكابالا هيرجع مع كريم، ولا مصطفى شلبي هيرجع، ولا زيزو هيرجع مع كريم. اذا لما بيهاجم كان فين؟ كان جوه السكس ياردة، كان في حد معاه؟ لا. ليه؟ لان هو راجل درس الحته دي كويس. والجون اللي جابه بمناسبه الداخليه، هو جاب ثلاثه، واحد صحيح ما اتحسبش من وجهه نظري، يعني اعبر عن وجهه نظري يعني.
وعامل اسيستين، الاسيست الاولاني لشريف والاسيست الثاني للشوطه اللي هو شاطها وصدها الجول وكملها حمدي فتحي. الاسيست الاولاني اللي عامله شريف هو بالكربون نفس الاسيست اللي عمله لشادي في ماتش الاسماعيلي. فواضح جدا ان الراجل في الحته دي مؤمن جدا بقدرات كريم. الكره دي، الكره دي في لغتنا تقريبا كره ميته، لان الراجل رجل في رجل وكتف في كتف، فانت اصرار ان انت تاخد المبادئه وبعدين مخلي الكوره على رجليك اليمين بعيده عن المدافع، المدافع المنافس اللي عمال يخبط فيك ويشد فيك ويضرب فيك، فانت الكوره بعيد وبعدين اصرار ان انا هوصل للخط، وانا بوصل للخط بطرف عيني شايف زميلي. وبعدين الحاجه دي ما هي الصدفه، يعني لما شادي في ماتش الاسماعيلي يروح واخد خطوتين لورا وتتلعب له يحطها، طب وشريف برضو شريف كان ساعات بيبقى واقف ما بيتحركش، الكره اتلعبت له جت وراه ما مش مشكله، لا برضو نفس القصه. يبقى هناك بصمه لمدير فني بيقول له لما زميلك يوصل في الحته دي ابعد عن المنافس عشان تجيبها جول، انت هتقف وراه ولا هتقف جنبه؟ بس طيب قبل ما يعني اقفل الحته دي يهمني اعرف، لانه برضو احنا بدانا برضو الموسم اللي فات بدايه ولا اروع كابتن عادل، يعني انا فاكر بدايات كانت اسماعيلي برضو 4 والزمالك 5 وبيراميدز 3 وسموحه 4 وسكورات واداء وكوره زي ما انت تحب، ونتيجه لاسباب كثيره يعني مش مفيش وقت ان احنا نخوض فيها، الكيرف تراجع في الموسم وبقينا بنعاني في ماتشات معينه، ما بقتش قدراتنا على التسجيل عاليه، لعيبه كثيره غابت اجهدت اصيبت فعنينا. فتره الاهلي ابتدى السنه دي نفس القصه بدايه ولا اروع، لكن انا عندي فتره توقف طويله، ازاي اضمن انه الكيرف ما يتراجعش؟ ازاي اضمن انه لما ارجع بعد فتره توقف طويله دي نفس المستوى نفس الاداء نفس الشغل يكمل مع الاهلي في الفتره الجايه على الاقل لغايه لما اوصل لموسم انتقالات شتويه؟ الراجل قعد مع الكابتن محمود وقال له كل حاجه، وبالتالي لازم انت تطمئن. كولر، تقصد كولر؟ قعد مع كولر خطين. وقعد مع الجهاز الفني وقال له احنا النقطه اللي كانت سلبيه عندنا مع موسيماني كان بيعتمد على مجموعه معينه من اللعيبه وما كانش بيكمل بقيه اللعيبه، يعني حسام حسن موجود، في محمود متولي موجود، في لعيبه محمد محمود كان موجود، ما كانوش كلهم بيلعبوا. الراجل ده جه، الراجل ده اول ما جه عمل ايه؟ بيهتم بال 35 لعيب، يعني ناخدها كده كمثال، النهارده في تمرين، امبارح كان راح، كان ممكن جدا يروح مد 6 أيام من النهارده. برضه شغل مدرب. شغل مدير فني بيفهم، والكلام ده بنوصله لجمهورنا العظيم. كان ممكن جدا هو خلاص بعد الماتش ده يروح بعد ماتش الداخليه ياخد ال5 أيام الراحه السلبيه. مش كده كان هيحصل كده؟ ممكن يعني السيناريو وارد. هو ما بيفكرش كده. هو بيفكر ان انا اللعيبه اللي هي ما لعبتش ماتش الداخليه هعمل معاها ايه؟ هعمل معاها ماتش ود يوم الاثنين. مظبوط. وهيتمرن تدريب قوي جدا سبت وحد واثنين. تمام. ياخد بعد كده اجازه، يضمن ان في ال3 أيام دول اللعيبه دي اللي هي وصلت برضو وصلت لنفس الدرجه تقريبا مع زمايلهم، لان الى جانب ان هم عاملين فتره اعداد قويه. فتره الاعداد القويه يا سمير زي ما احنا بنقول في العلم بتاعنا او نبسطها للناس، ان الراجل بيبني اساس عماره. بيبني اسمنت مسلح على اعلى مستوى من القوه. تضمن بقى طول الموسم ما فيش حد هيجي له صليبي. ولا حد هيجي له مزق ولا شد ولا الكلام ده، ليه؟ لان الاربطه والمفاصل وكل اعضاء الجسم قويه جدا. الى جانب النص الفوقاني والنص التحتاني، لما تكون بتبص تلاقي في اللعيبه وهم بيسخنوا تلاقي الشورت بيرفعوه نتيجه انه العضلات ما شاء الله ابتدت يعني يبقى فيها نوع من البينه. نوسع الشورتات شويه. ممكن والله ممكن نتكلم كابتن سيد، لان كابتن سيد عامل شغل. عايز اخدك للدوري، عايز اخدك لشكل الدوري السنه دي. واول حاجه لاحظتها اتمنى انها تكمل، ما تبقاش حاجه كده يعني طفره او حاجه استثنائيه، انه الانديه الشعبيه مبتدي الموسم بشكل كويس جدا. يعني يمكن انت تفرح المحله بشكل يعني استثنائي، لانه الحقيقه المحله السنه دي مبتدي الموسم كويس قوي. الراجل اللي معاهم كمان يبدو انه يعني عنده فكر وعنده بصمه. الاتحاد مقدم، الاتحاد في صداره مع الاهلي بالتساوي 9 نقاط علامه كامله. فهل شايف انه دي يعني شكل جديد للمنافسه في الدوري السنه دي؟ تتوقع انها هتستمر
هل عوده الانديه الشعبيه والانديه الجماهيريه مره ثانيه لصداره المشهد شيء نتوقعه الموسم ده، ولا كابتن عادل شايف ايه؟ انا اكمل بس الكولر انه اولا بعد الماتش ما بيخلص بيعمل ايه؟ اللعيبه اللي ما لعبتش بيتمرنوا. ايوه. وانت بتلعب في استاد برج العرب، الماتش خلص والناس مروحه، انزل التمرين يمرنهم علشان ما يبقاش جه وضاع عليه يومين، يوم تدريب خفيف ويوم الماتش اللي ما فيهوش تمرينه، اللي ما فيهوش تمرينه يشتغل بقى، يشتغل بعد كده. الحاجه الثانيه والاخيره عشان الوقت، بيسالوه عن الدوري والمرحله اللي جايه وايه اخبار السوبر بتاع، قال لهم سوبر ايه؟ يقول لي السوبر اللي انت واخده، قال لهم انا نسيته خلاص. انا نسيت السوبر، السوبر ده ايه؟ انا كان في الماضي وخلاص وخلص، انا بفكر في اللي جاي. ايوه. ده معناها ان الراجل ده عارف ان جمهور النادي الاهلي، انا فرحت بعد الماتش، دخلنا المطعم وتعشينا ورقصنا وفرحنا وركبنا الطياره، ركبنا الطياره نزلنا مصر، راح فين؟ راح على الملعب. راح الملعب، ما راحش اللعيبه ما روحتش بشنطها. هو المنتاليتي بتاعت يعني الاجانب عموما كده، وبيتهيألي كمان السويسريين يعني في الحتت دي يعني ما عندهمش هزار يا كابتن عادل، يعني اوروبيين عموما طبعا في حته النظام والاحتراف والشغل، فكره ان انا افرح على بطوله واركن عليها دي، ما الكلام ده قريبين جدا قريبين جدا من الالماني. الالماني. ايوه. وبالتالي فكر الراجل ان انا النادي الاهلي عنده خمس بطولات، الخمس بطولات دول انا في بطوله اخذتها، في اربع بطولات عندي او خمس بطولات، الخمس بطولات دول انا بشتغل عليهم، كل بطوله باخدها بروح ركنها. بالنسبه لشكل الدوري، ردود سريعه يا كابتن عادل، عشان عايز اروح كمان للمنتخب واسمع رايك، هل مع انت مع او ضد انه بطوله كاس الرابطه مثلا يلعبها الاهلي بالصف الثاني او اللعيبه اللي ممكن تبقى محتاجه تاخد فرصه للمشاركه؟ فرصه جيده جدا. ايوه. بعض الشباب وبعض الناس اللي ما بتلعبش هتاخد فرصتها، وطبعا الراجل بيعاملهم معامله رائعه جدا، ان المجموعه ديت انا بجهزكم علشان افريقيا. ايوه. فانت الكاس الرابطه ده انا لازم هاخده، لازم اخده علشان انا مش هنزل بالاشبال عشان اتغلب زي ما كان في فتره كده. هو صعد اربعه اعتقد، رشدان والدبيس واحمد اشرف وشادي رضوان، صعد اربعه عشان يتمرنوا مع المجموعه اللي موجوده. أي. بقى مصطفى يعني المجموعه ديت اعتقد هتبقى فرصه كويسه قوي. في كتير بتجهزهم لافريقيا بعد كاس العالم. انت داخل زي ما انت قلت في البدايه مطحنه. المطحنه دي انت لازم عندك 30 لعيب، يبقى عمرو السوليه وبديله، ديانج وبديله، حمدي فتحي وبديله، اكرم توفيق وبديله، وهكذا، ودول يبقوا على نفس المستوى بدنيا ونفسيا. وابقى جاهز ان انا قاعد لابس ما هو فيش شك ان الاهلي يحتاج كل لعيبته كابتن عادل، الموسم طويل وصعب بس بقى ايه، مش كلام. ايوه. كلام وفعل وماتشات. مظبوط طبعا. بجهزهم من خلال، مش الكلام، من خلال ماتشات وديه قويه. نرجع للدوري وشكل بداية الأندية الشعبية والجماهيرية، شكل منافسة شايف إزاي انطلاقة الدوري؟ ظلم جامد جدا. ظلم جامد جدا. الأندية الشعبية بتعاني من الموارد المالية. أيوه. والشركات بس المحلة، الاتحاد عامل ميركاتو محترم، المصري عامل ميركاتو محترم، الإسماعيلي عامل ميركاتو، يعني كلها استثناءات بتعتمد على فرد. أيوه. تعتمد على فرد. انت بتتكلم في يعني في منظومه تعتمدش بقى على جماهير واستثمار. أيوة. والى اخره. أيوة. الفرد ده وزهق وقال لك انا مش عايز. هتروح فين؟ طيب والاتحاد صفر. والاتحاد. أيوة. انما بقيه الدوري معظم الشركات، وبنحييهم كل حاجه، وانا قلت قبل كده معاك لو كل نادي من الانديه ديت اللي هي عندها ارصده ماليه ضخمه تاخد اسم نادي شعبي وتلعب بيه تبقى قصه تانية خالص، بس عايزه قرار. طيب. فانما الدوري لابد يبقى دوري شعبي. مش دوري شركات. صحيح. طيب شايف مستوى الاداء بقى الكوره بواحد سبعه مدربين اجانب، هل في منهم حد لفت نظرك؟ هل في حد قدم اوراق اعتماده؟ هل في حد عمل نقله للفريق اللي بيدربهم؟ شايف ازاي فرق زي المحله والاتحاد وهم مبتدئين يعني سخنين، على عكس انه الاثنين مفنشين الموسم اللي فات كانوا بيصاروا على الهبوط؟ بحكم ان انا يعني ضربت المحله ثلاث سنين والبلديه سنه، انا شايف انه المحله لسه قدامها. المحله لان لان الماتشين اللي هم كسبوهم، كسبوا اسوان في الدقيقه 95 والماتش الثاني برضو في الدقائق الاخرانيه. ايوه. فانما الراجل عامل شغل وطبعا كابتن صابر عيد
راجل مدير رياضي شغال معاه بشكل جيد. طبعا نادي الاتحاد برضو نفس القصه، عمل صفقات كويسه خاصه في راس الحربه وفي وسط الملعب، لكن اعتقد انه الاتحاد هيبقى ليه شأن وكذلك النادي المصري ان شاء الله. طيب تعال نروح للمنتخب الوطني، وتعالى الاول نشوف كده، نفكرك ونفكر الساده المشاهدين بالاسماء اللي اختارها مستر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عشان المعسكر بتاع شهر نوفمبر. حراسه المرمى ما حدش يختلف طبعا، الشناوي معاه، محمد عواد معاهم، محمود جاد، خط الدفاع وخط النص وخط الهجوم. خط الدفاع اختار فيه عمر جابر، اكرم توفيق، محمود متولي، باهر المحمدي، حسام عبد المجيد، محمود علاء، حسين السيد، وعبد الله جمعه. خط الوسط حمدي فتحي، مروان عطيه، امام عاشور، محمود حماده وقفشه والسيسي واحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر ومصطفى زكي زيكو. خط الهجوم اختار مروان حمدي ومحمد شريف واحمد ياسر ريان. وقبل ما اسمع راي كابتن عادل في الاسماء وفي الاختيارات، انا بس عايز ليه وجهه نظر، مش عارف كابتن عادل يتفق ولا يختلف مع وجهه النظر دي. الحق الاصيل للمدير الفني في اختيار قائمه مباراه او قائمه معسكر او قائمه بدايه في اي مباراه لما بنكون بنتكلم على مستوى الانديه هو حق اصيل للمدير الفني، لانه دي عنده قائمه لازم يختار بينها ومحدش يقدر يتكلم معاه في ده غير الاداره بتاعت النادي. لكن لما نيجي نتكلم على منتخب مصر القصه غير. منتخب مصر لا يملكه احد، لا يملكه حتى اتحاد الكره المصريه، منتخب مصر ملك الكل المصريين. وبناء عليه وبما ان مستر روي فيتوريا جاي عشان يعمل مشروع فلازم نبقى فاهمين ايه المعايير والمقاييس اللي بيختار على اساسها المدير الفني، واجب على المدير الفني انه يشرح ده للراي العام. كابتن عادل رايك في اختيارات روي فيتوريا، هل شايف انه في اسماء اتظلمت او في اسماء اتجملت، اسماء اتظلمت بالاستبعاد او اسماء اتجملت بالانضمام، ولا شايف انه الاسماء دي هي يعني الاختيار الصحيح في التوقيت؟ انا عارف ان احنا ما عندناش حاجه مهمه، ده اجنده دوليه وماتشات وديه، لكن في النهايه ازاي بتشوف قدره الراجل على الاختيار؟ انا مش هتكلم على الاسماء لان طبعا الناس كلها اتكلمت عن بعض الاختيارات الغير موفقه يعني. ايوه. لكن في دقات كده مش انا. كل المهتم بكره القدم، اهلي زمالك اي جمهور في مصر موجود. أيوه. لما الاقي الراجل بيطلع لعيبه لنادي معين بنوع من المجامله. انت وفي عندك ماتش دولي، هل انت تبقى مطمئن ليه؟ لما يقول انا مش عايز مدرب عام مصري معايا. أيوه. وبعدين فجاه تلاقي بيتعين له مدرب مصري 24 ساعه كاره النادي الاهلي. لمصلحه مين الكلام ده؟ هل لمصلحه النادي الاهلي؟ لمصلحه مصر؟ لمصلحه الزمالك؟ لمصلحه مين؟ المفروض في اختياري انا بختار واحد الناس كلها تبقى حباه، بحيث ان يبقى الناس كلها ورا منتخب مصر. انما جمهور النادي الاهلي لما يلاقي المدرب العام والسيديهات موجوده على طول، طيب يبقى اختيار الراجل هل هو اللي اختاره؟ يعرفه منين؟ ممكن حد يقول لك لا هو ما اختارش، ان هو ما يعرفش، هو اتفرض عليه الاسم ده او اتقال له طالما اتفرض عليه الاسم ده، وهو اللي جاي لي من الكواليس برضه يا كابتن قال لك انا مش عايز حد يجي يشتغل، انا عايزين تجيبوا حد هاتوه يجي يتفرج من بعيد ويتعلم، لكن انا مش عايز حد يجي يشتغل معايا. ده كلام، فبالتالي وارد يبقى يعني اسم الطرح. الكلام ده ممكن يتقال في اي مكان، في كافيه بتاع، انما ما يتقالش في منتخب مصر. منتخب مصر ده راجل قائد، لا حد يدخل في شغله. يعني في الاختيارات حد يقدر يتكلم معاه في الاختيارات؟ ما يقدرش يتكلم في الاختيارات، اختار زي ما انت عايز والنتيجه بعدين. لكن برضو في حاجات احنا كشعب مصري يهمنا جدا منتخب بلدنا يبقى كل اربع سنين بينافس في كاس العالم، يبقى بيخش دور ال 16، يخش دور الثمانيه زي غانا ونيجيريا وساحل العاج والبلاد دي اللي احنا يعني. فالاختيارات دي ما بنقدرش نتكلم فيها، لكن في نفس الوقت الغالبيه من الناس شعره انه في حاجه غلط، ان انا بطلع لعيبه، ان انا بقى مدرب انا بعينه او بيبقى موجود معايا. طب وجوده معاه في سواء في المدرج او في الدكه او في اي حته، أيوة. هل ده في صالحه وفي صالح المنتخب؟ اكيد لا. في اسماء اتظلمت طب يا كابتن عادل؟ في اسماء كانت تستحق التواجد في قلب الدفاع، في اظن اسلام اسامه جلال، وفي يعني في طبعا شامم ريحه مجامله للبعض،
سيبك من كريم فؤاد، يعني كريم فؤاد هيبقى مع النادي وهيتمرن، وكريم فؤاد مش مستعجلين عليه. ايوه كريم فؤاد خد بالك برضو بتبقى للاعيب نفسه تقيله شويه كابتن عادل، يعني اللعيب لما يبقى حاسس انه متالق قوي وعايش اليومين دول بتوعه ويلاقي نفسه بره القايمه واسماء تانيه ممكن تبقى ما قدمتش اي حاجه. لا لا كابتن، لا لا بتاثر مع ده دور، لا ده الانسان السوي. ايوه الانسان السوي ما عندوش دي، لان انا ما بشتغلش بالقطع، انا عارف ان انا لسه في البدايه. انا عملت ثلاث، عملت ماتش الزمالك وعملت الماتش الداخليه، انا قدامي النادي الاهلي، انا بركز في النادي الاهلي. صحيح. من خلال النادي الاهلي بعد سنه بعد اثنين هبقى في منتخب مصر وهبقى اساسي في منتخب مصر. وكريم مستقبل الحقيقه وغيره الحقيقه من لعيبه، يعني تراهن الحقيقه ابتدينا نحس انه عندنا جيل ممكن ان شاء الله لو بنتكلم على كاس عالم 26. في النهايه كل التوفيق لريفيتوريا، والماتش في الماتشين اللي احنا نلعبهم او ماتشين او ماتش، انا مش عارف لسه هيتم اتفاق على مواجهه ثانيه ولا لا، بس في النهايه ماتشات وديه والناس كلها بتتكلم على كاس العالم وقوائم كاس العالم ومعسكرات كاس العالم، كان نفسنا الحقيقه نبقى موجودين. على كل الاحوال كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. خليني اقول لكم ماتش الاهلي وبنها في الطايره خلص الشوط الثالث والاخير بنتيجه 25-10 لصالح النادي الاهلي، وكده حسمت اولى مباريات انطلاقه دوري طايره رجال لصالح الاهلي بنتيجه 3-0. مبروك لعمالقه الطايره، واشكر نجمنا وضيفنا الكابتن الكبير عادل طعيمه اللي شرفنا النهارده في سادسه، نورت الدنيا كابتن عادل، وكل شكرا الشكر على وجودك معانا. شكرا حبيبي، كل الشكر ليكم على المتابعه، بكره حلقه جديده السادسه على شاشه الاهلي دايما. شكرا لحضراتكم على المتابعه.